كاع مع لي جماعه واري ناجي روح هذا محلو ما درت الدوغه يلا روح واري مكنت فصيلة المساس بالممتلكات التابعة لفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من توقيف شخص متورط في قضية الممارسة غير الشرعية لمهنة منظمة قانونية، التدخل بغير صفة في مهنة مدنية، تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر، التزوير واستعمال مزور ومع العود. يبلغ من العمر 43 سنة مسبوق قضائي في قضايا مماثلة. هذه عملية التوقيف جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانية من قبل عناصر الفرقة والتي مفادها إقبال عدد كبير من المواطنين على عيادة طبية على مستوى أحد الأحياء الشعبية بالجهة الغربية، أين يتخذ المتورط في القضية من الطابق الأرضي لأحد السكنات عيادة طبية خاصة لتباشر عناصر الشرطة تحرياتها التي كشفت على أنه يمارس نشاطه دون حصوله على ترخيص أو شهادة تسمح له بمزاولة هذه المهنة بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية واستصدار إذن بالتفتيش، ثم ضبطه متلبسا وهو بصدد فحص أحد الزبائن مع حجز معدات وأجهزة طبية تستخدم في الفحوصات الطبية المتمثلة في أختام وصفات طبية، أجهزة لقياس الحرارة وأجهزة خاصة للتدليك، إضافة إلى معدات وأجهزة ومستحضرات طبية وعلاجية تستخدم في هذه المهنة، إلى جانب حجز مبلغ مالي من عائدات الممارسة النشاط غير الشرعي قدره 3 مليون سنتيم ليتم تحرير إجراء قضائي ضده سيحال بموجبه أمام العدالة.